بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي شكل متعرج، ممكن يكون دايره، ممكن يكون قوس، وعايز ابدا احط عليه فاملي، لكم مثلا عايز اوزع عليه كولوم او تري او سبرينكلر. فاجي انا من الموديل لاين ابدا ارسم الشكل بتاعي. مثلا عندي طرقه بالشكل دوت، عايز ابدا اوزع عليها الفاملي تحتي. طيب عشان اعمل كده انا محتاج ان انا اشغل الداينامو. اقول له نيو، هبدا احط الاجزاء اللي انا عايزها. يعني اول حاجه محتاج ان انا اعمل سيلكت للخط دوت، فاقول له سيلكت موديل، سيلكت موديل اليمنت. طيب كده انا اقدر احدد العنصر دوت، وبعد كده هقول له كيرف، كيرف اليمنت. كيرف element اهوت، تمام. طيب انا عامل دلوقتي select للخط دوت، الخط دخل معايا في قلب الشغل بالشكل دوت اهوت. طيب هبدأ اوصل. انا محتاج دلوقتي ان انا اعرف طوله قد ايه، فاقول له كيرف length. كده انا اقدر اعرف طوله قد ايه. جاب لي الطول بتاعه 51000. طيب ماشي. دلوقتي انا هعمل كود بلوك عشان اقول له انا هبدأ منين وهنتهي فين والمسافة هتبقى قد ايه. فهاجي هنا اقول له انا عايز كود بلوك. حتى لو حطيت نمبر وعملت الموضوع ده هيجي عادي بدون مشكلة خالص. فبقول له ابتدي من صفر وانتهي لي من اللينس وخلفي، خد المسافة بتاعتي. طيب اللينس قد ايه؟ نقطتين، لأن السبيسنج دي هشيلها. اللينس ديت اللي هي دي المسافة دي. طب السبيس أروح حاطط له نمبر، نمبر أقول له إن النمبر ده مثلا 10000، 10000 تمام. تمام. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا اقول له اعمل لي، حط لي نقط على الكيرف دوت، كيرف بوينت، كيرف بوينت. تمام. هل هي عندي كذا نقطه؟ ممكن اختار بوينت اد سيجمنت لينس. في كذا اقتراح. يعني هو انت لو تدخل في الكيرف بيقول لك انت عايز تقسم عن طريق بوينت اد ايكوال كور لينس، فانا اختار اد سيجمنت لينس، ادي له الكيرف بتاعي اللي هو دوت، سيجمنت لينس اللي هو دوت. تمام. واقول له اعمل رن، بدا يحط لي النقط كده. ممتاز جدا. ناقص بس ان انا اقول له حط لي فاميلي عند النقط ديت. فهقول له انا عايز فاميلي انستنس، فاميلي انستنس اد بوينت اهيت. تمام. فانا كده اديته النقط بتاعتي. ناقص ان انا اديله الفاميلي تايب. فاقول له فاميلي انستنس مش زي اللي انا عايزها.
اجي هنا في الريفت، لو انا عارف ممكن اروح على الريفت على سيلكشن على فاميلي تايب، اختار هنا مثلا فاميلي 1، دي فاميلي اللي هعملها لسه اهيت، واقول له رن. ابص هنا الاقي حاطط لي الفاميلي هوت حالي على الكيرف، تمام. يبقى دي بطريقة سهلة جدا ان انا اقدر اوزع الفاميلي زي ما انا عايز في اي شكل انا عايزه.